أهلا بكم. عبر عدد من النشطاء والحقوقيين عن مخاوفهم من المساس بعائلات المعتقلين بالسجون السعودية الذين أعلنوا دخولهم إضرابا مفتوحا عن الطعام مساء أمس الأحد. وكان حساب معتقلي الرأي على تويتر قد أكد أن المعتقل الدكتور عبد الله الحامد قد أعلن في بيان من داخل السجن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ما قال إنه سوء معاملة متعمد من طرف السلطات السعودية لمعتقلي الرأي. كما أعلن حساب انضمام كل من عبد الرحمن الحامد ومحمد القحطاني وفوزان الحربي وعبد الكريم الخضر للإضراب. يذكر أن المضربين عن الطعام قد اعتقلوا عدة مرات سابقا بسبب مطالبتهم السلطات بتنفيذ إصلاحات سياسية واجتماعية. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من دبلن الناشط السعودي عبد العزيز المؤيد منسق حركة مواطنون بلا قيود، أرحب به. كما ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الناشط الحقوقي عبد الله الجريوي، أرحب به أيضا. وأبدأ مع السيد عبد العزيز المؤيد. سيد عبد العزيز المؤيد، يعني الإضراب عن الطعام هل هو أمر جديد يقوم به المعتقلون السعوديون؟ طبعا يوجد حالات إضراب سابقة، لكن بهذا الشكل وبهذا التنسيق نعم هو أمر جديد. وجماعة حسم جماعة سباقة في العمل الحقوقي السعودي، وهم كما قال الحامد والقحطاني لا يخافون من السجن بل يقبلون بسعادة أن يضحون لأجل هذا الشعب. وضع مؤسف أن يصل نخب هذا الوطن للوضع الذي لا يستطيعون إيصال صوتهم إلا عبر الأمعاء الخاوية، إلا عبر الحاق الضرر بأنفسهم لإيصال صوتهم للمجتمع وللمجتمع الدولي. نعم سيد مؤيد، بالحديث عن عما يحدث في السجون السعودية، يعني هناك في البيان او هناك من قال انه انضم للدكتور عبد الله الحامد، انضم له ايضا الحربي والقحطاني وفوزان والخضر للإضراب، يعني ما هي احوال هؤلاء من الناحية الصحية؟ طبعا كما ذكرت التقارير الدولية المتعددة أن النظام السعودي يعاقب المساجين ليس فقط بحرمانهم من الخدمات الصحية ولكن بعقوبات انفرادية طويلة، ووضع الأشخاص بالسجن بدون محاكمات هو عقوبة أيضا أو طريقة للتعذيب. الآن ما يحدث مع جماعة حسم هو مهم جدا، لأن جماعة حسم لهم هم أول من أصدروا مطالبة دستورية ناضجة بملكية دستورية، وهم أيضا من وثق حالات التعذيب في السجون السعودية بطريقة رسمية وتقدموا بشكل رسمي للنظام بتهمة ضد وزير الداخلية لتعذيب المعتقلين في السعودية. كيف تعاملت السعودية مع هذا الوضع؟ بدعوى كيدية وكلهم الآن في السجن، كل من طالب هذه المطالبة. أنا أدعو جميع المتابعين للذهاب إلى أدبيات الدكتور عبد الله الحامد لينظروا كيف هو عقل متطور ونابغة، لكنه للأسف موجود في بلد يحكمه محمد بن سلمان، فاشل في الأداء، فاشل في تنفيذ خططه، وايضا فاشل في التعامل مع هذه العقول الفذة. وهذا لا يعني ليس فقط محمد بن سلمان هو من يعامل النخب بهذا الشكل، فخلال عهد الملك عبد الله ايضا سجن هؤلاء، وقبل ذلك سجنوا. فالمشكله في السعوديه ليست فقط مشكله محمد بن سلمان، بالرغم من تهوره وصرفه وتعامله بفوقيه مع الشعب السعودي، ولكن هي مشكله نظام في مواجهه يطالبون في حقوقهم الشرعيه. لكن النظام أمام مشكلة، لأنه لن يستطيع الإفراج عن هؤلاء، وإن أفرج عنهم فهم سيستمرون في مطالبهم، وإن لم يفرج عنهم سيزداد التعاطف الشعبي معهم. فالنظام أمام مشكلة لا حل لها إلا لأن يصحوا، لأن هذا الشعب له حقوق. يجب الإفراج عن جميع معتقلينا، يجب التوقف عن التعذيب والتحرش، وأيضا يجب الكلام بشكل جدي عن أخذ السلطة التنفيذية من العائلة المالكة. ليس من المعقول أن يكون فرد يقرر للشعب بخططه وبآرائه وعن جهيته ويترك عقول، ويترك من يتحملون نتيجة خياراته يعانون بمئات المليارات تصرف في الترفيه وأموره. سيد عبد العزيز المؤيد منسق حركة مواطنون بلا قيود، أشكرك شكرا جزيلا. في هذه الأثناء تداول مغردون مقطعا مصورا قالوا إنه السبب في اعتقال الدكتور عبد الله الحامد، نتابع هذا المقطع سويا. سم بس علشان اسمع ما هو؟ لا تتكلم مع اللي حواليك وتسمع. طيب ما والله تكلمت هذا يهوش اقول له ارفع صوتك. بس هيا شايب لا بد تقول اللي شايب. لا هو شايب، هو شايب دبل. اسمع بس اسمعني يا سم. عبد الله سم
تقول لي شايب خلاص يعني اني في اخر حياتي. نعم. ألقى من لزمة المسجد والتعبد نتوب عن الجهاد يا شيخ تفتينا. جهاد غير اذن ولي الامر افتيك انه ما يجوز. هذا علم جديد كود الناس على الف تاجر. ابد رح للمفتي انا اطلع من عندي وراح اسالك هل يجوز ان تجاهد بغير اذن ولي الامر؟ وأعظم الجهاد كلمة حق بدون إذن ولي الأمر. هذا حديث صريح يا شيخ. وأهم شيء الصدق في الكلام. إذا ما كان الإنسان صادق في كلامه وصادق في وعوده. لا يا شيخ ترك عاد أنا ما نبى الآن قدام. ما أنا ما أكلم. إذا تكلمني لكل سؤال جواب. أو إنك ما صدقت في وعدك. أنا ما صدقت ولا من هو؟ أنا اللي ما صدقت. بإيش ما صدقت؟ ما أنا عليك. طيب خلاص. أنا من بعليك. لا. أنا أقول أنا أهم شيء الصدق في الكلام والصدق في الوعد. الصدق إذا قالوا المحامين إذا قدمتوا مذكرة رد دعوة ترى تكفي هالجلسة، نقول تكذبون حنا بخص. والله المولمين أربع مذكرات يا شيخ أنا وأبو عبد الله. قالوا المحامين لا أنتم غلطانين. يمكن الشيخ يرد الدعوة، وشو تثمن حسي؟ والله إنهن أربع. والله إنهن عشر جاهزات. قالوا لا ما نبي نكحن هالحين. هذا والله الحاصل. اقسم لك بالله لنا اسبوع ولو محامين واحد انهم اربعه قالوا انتم غلطانين. اضربوا رد الدعوه وعلى الهيئه ان تثبت ان الدعوه غير كيديه وانها ليست شخصيه. للتعليق على هذا المقطع وايضا على حاله الدكتور عبد الله الحامد ارحب بضيفي عبر سكايب السيد عبد الله الجريوي الناشط الحقوقي. سيد عبد الله الجريوي الحديث الان حول يعني الرسالة التي يريد هؤلاء المضربون عن الطعام إرسالها، يعني كيف يمكن التعامل معها من خلال المنظمات الدولية؟ طبعا الاضراب مثل ما قلنا هو آخر حال يسوونه المعتقلين بحيث يوصلون رسالتهم بحيث يوصلون انتقادهم بحيث يسمعون ويحسسون ما تبقى من إنسانية من إنسانية للظالم وللسجان وأن يلتفتوا إليهم وينفذوا مطالبهم وينفذوا حقوقهم التي أخذت وظلموا بها حتى في بعض الأحيان تمنع منهم الزيارة تمنع منهم العلاج يسجنون وتنتهي محكوميتهم ويظلون في السجن إلى فترة أطول. فهذا يعني من ناحية القانون السعودي فهذا خارج عن النظام السعودي وإن قلنا من هذا الشيء إنساني وهذا حكم شرع الله فهذا ليس بشرع الله وليس ولا يتقبله أي إنسان على كائن على وجه الأرض. يعني سيد عبد الله الجريوي يعني هل حالات الإضراب عن الطعام من الممكن أن تغير الموقف بالنسبة لهؤلاء المعتقلين الآن؟ طبعا هي آخر حل إنه تكون يعني بحيث إنه يوصلون رسالتهم بحيث إنه تنفذ مطالبهم. هذا آخر حل إنه يعرض نفسه للتهلكة. إيش أكثر من كذا؟ إذا سجين مات فسجين يعني مات فهذا آخر حل يسوونه. وش أكثر من كذا؟ أكثر من هذا يعني مثل ما تقول نداء لجميع الجمعيات لجميع المنظمات الحقوقية قفوا مع معتقلينا. طيب سيد عبد الله الجريوي أرجو أن تبقى معي لدي أيضا خبر. أكد حساب معتقلي الرأي في السعودية نشر خبر عن إلغاء جلسة محاكمة الشيخ سفر الحوالي التي كانت مقررة صباح اليوم بشكل مفاجئ. وقال الحساب المعني بمتابعة أخبار المعتقلين في السعودية وتوثيق الاتهامات والانتهاكات ضدهم في تغريدة له عبر تويتر قال إن السلطات السعودية لم تعلن أسباب إلغاء محاكمة الحوالي الذي انتقد العوائل الحاكمة في السعودية والإمارات في كتاب أصدره حديثا. واعتقل الأمن السعودي الحوالي في يونيو 2018 بعد أن نشر كتابه الأخير المسلمون والحضارة الغربية الذي يتكون من 3000 صفحة وهو ما زال نسخة أولية لم تطبع بعد. انتقد فيه إنفاق السعودية الباهظ على استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض منتصف 2017 وتضمن أيضا الكتاب نصائح للعلماء والدعاء والعائلة الحاكمة. أعود إليك سيد عبد الله الجريوي، هل لديكم معلومات أنتم كحقوقيون حول لماذا تم إلغاء محاكمة الشيخ سفر الحوالي؟ طبعا الشيء اللي ما يخفي عن الكل أن النظام أو القضاء في
في الحكم السعودي قضاء غير معلن، ما في أي علنية في القضاء، ما يمدي أي شخص يعرف إيش حاصل للسجين، إيش حاصل، ما يمدي يحضر أي جلسة قضية، أي جلسة محاكمة، كلها أشياء غيبية عن جميع الناس، مجرد قضاء ظالم يظلم بالمعتقلين، وما في أي علنية وشفافية في الموضوع. شكرا جزيلا لك السيد عبد الله الجريوي الناشط الحقوقي، شكرا لك.